قد تكون المناكفات السياسية أمرا طبيعيا ومستساغا في مناخ ديمقراطي يتمتع فيه كل الفرقاء بحق المعارضة والاختلاف، ولكن أن تعمد بعض الأحزاب مهما كانت مواقعها إلى تجييش القُصر والتلاميذ والمجازفة بمستقبلهم الدراسي من أجل تعبئة الشارع والتحشيد، فذلك مجرم بحجة الأخلاق والقانون. وبازدياد منسوب التجاذب والمغالبة الحزبية قد تزداد خشية الأولياء والمربين من الانزلاق بمقاعد الدراسة وتحويلها إلى دكاكين للعمل السياسي. جبهة أحرار صفاقس المتألفة من بعض مكونات المجتمع المدني عقدت ندوة صحفية كشفت فيها عن هذه المخاوف وأكدت رفضها الزج بالتلاميذ في أتون الصراعات الحزبية. أنت كحزب أو كجهة أو كمنظمة تدعو إلى خروج إلى الشارع وتسعى بكل ما أوتيت من قوة بكل وسائل اللي تملكها أنك توظف وتدفع قصرا المؤسسات التربوية والتلاميذ للخروج معك، هذا يراه مرفوض ولا بد من التصدي له. الندوة تلتها وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحدة، حضرها منتسبون لجمعيات مدنية وبعض الأولياء عبروا من خلالها عن رفضهم القطعي لكل محاولات التشويش على مستقبل أبنائهم الدراسي والتلاعب به لأغراض حزبية. فأنا جيت الطلب بسيط جدا اللي هو توفير بيئة سليمة للتلميذ باش يقرأ لا أكثر لا أقل. بون سياسة الناس كل تخدم في سياسة، ولكن لا للسياسة دخل معاهد. احنا نبعث ولادنا يقراو، نحبهم يقراو، نحبوا الأساتذة والإطار التعليمي الكل يكون موقفه واضح، هو المعاهد مفتوحة للتعليم وللتربية. جمعية أولياء التلاميذ قامت بتصعيد هذا الموقف للمندوب الجهوي وطالبوه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا المنزلق. التلميذ وهم أبنانا خط أحمر، تجاذبات سياسية في البلاتوات وما تحبوا أنتم إلا في المؤسسة التربوية. المسؤول تفاعل بإيجابية مع مطلب المحتجين وأكد على صرامة المناشير والتوصيات الرافضة لتحزيب المؤسسة التربوية. وزارة التربية اخذت تدابير اللازمة وعندنا منشور في الإطار هذايا ينص على أنه تحييد المؤسسات التربوية من التجاذبات السياسية والإيديولوجية والعقائدية، وبالتالي المنشور هذايا بين يدي مديري المؤسسات وطلعوا عليه كل المربين وكل الإطار العمل بالمؤسسة التربوية، ونحن نعمل جاهدين بالطبيعة على أن يتم هذا على مستوى على أرض الواقع. حساسية المسألة التربوية تقتضي وعيا أرفع من كل المتدخلين فيها لصد كل محاولة إرباكها عبر تصدير الخلافات السياسية إليها. أحمد البهلول، قناة المتوسط، صفاقس.